الآن سيدتي وسادتي إلى حضراتكم استعراضا سريعا لفقرات برامجنا ليوم غد الثلاثاء. الإرسال سيبدأ في الساعة الثالثة بالسلام السلطاني، ونستهل فقرات البرامج بتلاوة من كتاب الله الحكيم، وبعد التلاوة نقدم الحديث الديني. في الثالثة ونصف إلى خمس دقائق سيلتقي الأطفال بمجموعة شيقة ومختارة من أفلام الرسوم المتحركة، وبعد ذلك سيلتقون بمسلسل أطفال جورجي الحلقة 19. ونسترعي انتباه حضراتكم إلى أن أذان العصر سيحين في الساعة 3:47.